في 2023 لما أصابت الدولة المصرية أزمة خانقة في الكهرباء بسبب سياسات خاطئة من النظام المصري متعلقة بالغاز وبأمور أخرى شرحناها قبل كده بالتفصيل، كمان الأزمة دي ما فيهاش عدالة، ما لقيناش عدالة اجتماعية ولا لقينا عدالة في إنه مثلا إنه الكهرباء تقطع على الكل، لا ده احنا برضو عندنا بشوات وسوبر بشوات، عندنا اماكن الكهرباء مش بتقطع فيها، وعندنا عموم الشعب المصري الكهرباء قطع عنه. رئيس شركة كهرباء مصر العليا أكد أن المناطق المستثناة من الخطة هي المناطق الحساسة والحيوية مثل المستشفيات، المناطق الصناعية، أقسام الشرطة والمناطق السياحية. طب بالنسبة لبيوت الناس؟ لا عادي. بالنسبة لمصالح الناس برضو عادي. بالنسبة للورش والمصانع والمحلات عادي. بالنسبة للأكل اللي بيبوظ في التلاجات عادي، ده له منطقة حساسة ولا حيوية ولا منطقة سياحية. كل ده قناة اكسترا نيوز بتعمل لنا تقرير هايل مذهل، بعتين كده مراسلة لطيفة جدا جدا ماشية كده بتتغندر في مول، معرفش اسمه مول او حاجة كده او او مول حاجة زي كده يعني. فايه بقى الجمال اللي في التقرير؟ رايحين يعملوا التقرير عن الاضاءة في المول. اضاءة ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ اه والله